السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير، هانيين. مرحبا بكم في قناه ام انتصار. نشارك معكم ان شاء الله كاشمايو على شكل بينوار. كيطلبوه البنات بزاف، درتو في هذا الصيف كامل وتمشى ليا الحمد لله مزيان. المهم عندي 2.5 متر في هذا الكاشمايو اللي كيجي على شكل بينوار. كنحيد، هتشوفوا معايا، قرب لكم مزيان. كنعبر التوب ديالي كامل، ها هو. كنحيد منه 14 سنتيم من الحاشيه، هذيك الحاشيه اللي كتجينا على في البينوار اللي كتكون في القدام كامل. عدي 14 سنتيم، هيا عبرتها، درتها لي طرازيت كلها بالطباشير. كنديرو 14 سنتيم كلها، تنعبر من الفوق حتى لتحت باش يجيني داك الشيء مقاد، وكندير بها الطباشير هذا. ها غنحيدها وغنرجع لكم نوريكم الشكل باش نفصل بينوار كاشمايو. كنديرو 1.7 سنتيم، ها هي 7 ديال السنتيم. عندنا تما 20، بديك 7 تنحسبو ديك 20، ها هي. كنهبطو ب 5 سنتيم، كنمشيو الراس ديالكم كنهبطو حتى هو ب 5 سنتيم. وكنشدو دابا العبر من 5 سنتيم حتى الفوق ديال الرقبة، كندير واحد السطر من تمايا، كندير واحد السطر باش غيتقطع لينا. كنعاودو نديرو من هاديك النقطة ديال 20 لكم، كنعاود نديرو واحد السطر، كنسطرو بالطباشير باش كيجينا الكتف طايح، ها هو. كنديرو في الراس ديالكم 20، 25 كاع، 25 اللي بغا عرض 25، اللي على حسب الكم، على حسب الرغبة ديال أي واحد شحال باغي فيه في العرض. كنجيو هنايا من هاديك النقطة ديال 20، كنحسبو 32 سنتيم، كنحط واحد النقطة. كنجيو لهاد الراس فوق الرقبة تاني، تنحسبو ديك 32 باش تجينا بحال المربعة. هيا الصنطة ديالنا، هيا قطعتها كاملة، هيا هادي هي اللي كتجي، هي هادي كتجي بحال هكايا. كندوبلوها، كندوبلوها بحال هكايا، ها، وكنخيطوها كشكل صنطة اللي كتجي في القدام، الفاص ديال القدام كامل، وكتجي من فوق العنق، هي هادي الصنطة. بقاو معايا ان شاء الله حتى نصايب البينوار ملي بغينا نفصلو. انا غنبدا البنات نقطع ديك 14 سنتيم، فيها كتبقى لينا غير 10 سنتيم من هنا و 2 سنتيم من هنا، لهاد الجهة كتبقى لينا 10 سنتيم اللي كتبقى لينا في ديك الصنطة ديال البينوار كاشمايو على شكل بينوار. غنقطعو كامل ونرجع ليك هادي 32، كنزيدو على 2 سنتيم باش تولينا 34 تتجينا ايفازي. كيفاش كنديرو لها؟ شفتو كيفاش؟ كنجيو 32 كنديرو واحد 10 سنتيم، هاديك 10 سنتيم عاد كناخدو بها العبار، كنزيدو على واحد 2 سنتيم، كانت عندنا الفوق تما 32 غتولي عندنا 34، 2 سنتيم. هيا عدا 32، هادي راه كتسمى تحت الطابق ديال الكم 32، هيا حطينا نقطة من 32 و 32 من الفوق باش كتجينا مربعة، هادي راه تحت الطابق ديال داك ال... وغنزيو لكم مع ديك 32،
تما من غادي تقطع كاشمايو ديالنا. ها هو هذا الرقبه تما 32 باش كتجينا مربعه. هي 32 32 كنهبطوا بواحد 10 سنتيم. دابا الدوفات ديال القدام غنقص منهم 5 ديال السنتيم. هما طراسيتهم بالطباشير كامل. ديك 5 سنتيم ديال اش البنات ديال ديك السنطه اللي حيدت في الاول هي هذه اللي غنقطعها كلها 5 سنتيم. هذيك قطعنا فيها 14 سنتيم دونك الخياطه هذيك 2 سنتيم و 2 سنتيم. هادو 5 سنتيم 5 سنتيم اللي قطعت من الضوبه ديال القدام باش ما تجينيش عريضه اكثر من الجهه الضوبه ديال اللور. هي هذه انا غنقطع وغنوريكم. غنقطعوا دابا كامل ونرجع لكم ان شاء الله. هو كل الطراسه من هنا من الفوق كنجيو لتحت كنعبروا 50 كنحبروا 50 ديال العرض كنعبروا 50 ديال العرض كنحطوا نقطه. دابا هاد النقطه غنزيوها مع الفوق بالسنتيم. كنشدوا السنتيم ديالنا كنشدوه من الفوق ديك النقطه ونجيبوها ديك 50 كتعطينا البنات. ها هما البنوارات اللي فصلت معكم. ها هما مسورجين مقادين دابا مصاوبين خصهم غير المصلوح. بنوارات كاشمايو بنوار ها هما. شوفوا كيفاش درت لهم هنايا ها لكم هما راه شفتوا الفصاله. راه درت معكم لي ديطاي كلهم ديال الفصاله. ها فوق الكتاف كامل تدوز الخياطه من هنايا ها هو القدام كيفاش كيكون القدام. تندير له هاد الباندا هادي ها كتبقى في درنا فيها 14 سنتيم وكتبقى فيها 10. كناخذ جوج من هنا وجوج من هي ديال الخياطه سنتيم وديال السورجي سنتيم. هما هادو ها هما كيبقاو من ها من التحت كندير كله السورجي. ف حيت لحقاش الثوب ما غاديش يتتنا باش يدار لينا لوغلي او يدار لينا هكايا العطفه ما يمكنش. هاهي هذا هو هاد الباند هادي. المهم هاد سميتو ما كنديروش العطفه كندوزو هذا كامل الفصاله. راه وريتكم كيفاش كيجي في الفصاله. كنطوي هنا باش تشوفوا كيفاش كيجي. هذا راه باقي ما مصلحش. يلا خيطو باش نوريكم مع هاد البانطا كيفاش كتجي. ملي كيتصلح راه كيتحيد داك التكماش كلو. ها هو كيفاش كيجي شتو هكا كيجي من الفوق. كيجي بحال الشكل ديال البينوار وهو كاشمايو بحال الشكل ديال البينوار. هاهو بحال هكا كيجي. مازال غنطوي لكم عاوتاني لكم ها كيفاش كيجي لكم. هو الحزام كناخذ الثوب دوك الطريفات اللي كيشيطو لينا هما اللي كنديرهم حزام. هاهو راه فيه تقريبا شي جوج متر ديال ولا كاع متر ونص اللي فيه ديال
ديال الطول. كنزيو كتكون عندنا هاد الزيه من الوسط كتجينا مورا الظهر ولا في الجنب. ها هو هذا، ها هو الاول، هو هذا باقي ما مصلحش، وهو الثاني، هو الحزام ديال الثاني حتى هو، يا حتى هو مقسم من الوسط هكايا، ها بحال 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 الاول بحال الثاني، ونفس العبار ونفس كلشي. ها هو حتى هو يا كنخيطهم هو الاول بيكوز وكندوز لهم السورجي. ها هما، وهاد الشبيكه هادو اللي بغات شي كوموند، اللي بغات شي حاجه بينوار عادي تا ديال الدار كنخيطهم. وهادو كاشمايو، هادو يعني شوفوا يديا كيفاش كتبان، مشبك التوب ديالو بحال الشبكه، كيجيو في الحقه ما شاء الله كيجيو غزالين. ايوا هما هادو، تنتمنى يعجبكم الشكل، نتمنى يعجبكم الفكره. اللي باغات اللي عندها تتعرف الصاله وما كتعرفش هاد البينوارات هادو، راه هما هادو شكيل. وديما في الخياطه البنات تحاولوا هاد البرده هذه ما تجيناش، خصها تجينا مقاده بحال هكا، انتو ما تجيناش الا ما قديتوهاش كتجي ملويه. ديما كنبقى نخيط ونقاد، نبقى ندوز الخياطه ونقادها وهابطه ونقادها، تي كلها من الفوق حتى لتحت مقاده. الا ما قديناهاش كتجينا مروليه، كتجينا كلها مروليه كلها. حضوا معاها بزاف بزاف هاد السميتو، حضوا معاها ما تجيناش ملويه هاد السمطه هادي. عندك السمطه وعندك الحزام وعندكم الكمام، كلهم يجيو مقادين، ما يجيوش هما الكمام عاوتاني، خصنا ما يجيوناش يجيونا هكا مقادين. هاد السمطه هادي تجينا مقاده، شفتوها؟ دابا ملي غتحط عليها البريسه غتجي بحال هكا، دابا ملي كنديرها شويه تجي مكمشه. دابا هادو كلهم اللي كنوريكم باقي ما مصلحينش، تصلحوا راه يبانوا لكم ما شاء الله، يبانوا هادو راه خيطت فيهم بزاف هاد الصيف هذا. ايوا ما تنساونيش البنات ملي يجي ديالكم وكومونتيرات، وباش يوصلكم كل جديد والدعوات ديالكم، باش كتخليونا قويين في القنوات ديالنا ونوصلوا لكم الجديد، وتعاونوا معنا ونتعاونوا معكم. اللي بغات شي حاجه، اللي عندها شي فكره على شي حاجه في الصاله، اعمال يدويه كامله مرحبا بها، تواصل معايا نشرح ليها اي حاجه بغات نحطها ليها، اي حاجه في الكروشي، في القطبان، في الصوفا، التريكو، طرز الحساب، بانتي كروا، الرباطي بليد، تنبد العقيق، الرانده، اي حاجه بغيتوها في الصاله هكايا، اي حاجه في الصاله هكايا، الحاجه اللي ما فهمتوهاش ما عرفتوش ليها، تواصلوا معايا ومرحبا بكم. راه ان شاء الله ما يكون غير الخير، راه بزاف ديال البنات ما شاء الله تعلموا على يدينا، والله يعاونهم والله ييسر لهم وييسر لينا ولجميع المسلمين يا ربي. والسلام عليكم وشكرا على المتابعه ديالكم.